دلوقتي معدنا مع الأخبار اللي هتحصل النهاردة، ومنها صالون تنسيقية شباب الأحزاب هيناقش المسؤولية المجتمعية للشركات وبدء تشغيل أولى رحلات قطار تعالجوا الفاخرة بالركاب، وأخبار تانية وأحداث كتير هتحصل النهاردة هنتابعها بالتفصيل في سياق العرض التالي. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هتنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالون نقاشي بعنوان المسؤولية المجتمعية للشركات، وده في إطار الفعاليات اللي بتنظمها التنسيقية ضمن استعداداتها للحوار الوطني. وهيناقش صالون تنسيقية شباب الأحزاب مجموعة من المحاور أبرزها دور المسؤولية المجتمعية للشركات وأشكال المسؤولية المجتمعية وأهم المبادرات اللي هتحقق مبادئ المسؤولية المجتمعية. النهاردة هتنطلق أولى رحلات قطارات تعالجوا الفاخرة بالركاب من محطة مصر في رمسيس لمحطة سيدي جابر ومصر في اسكندرية. هيكون ميعاد التشغيل الثابت لقطار تعالجوا الفاخر كل يوم بدءاً من يوم الحد الموافق 25 ديسمبر الساعة 6 إلى 5 الصبح من محطة مصر في اسكندرية، والساعة 6 و 5 دقايق الصبح من محطة سيدي جابر في الإسكندرية متجهاً لمحطة مصر برمسيس. كمان من الساعة 2 العصر من محطة مصر في رمسيس متجه لمحطة سيدي جابر ومصر في اسكندرية، وهيتم تثبيت المواعيد دي في جداول التشغيل كل يوم. ومع توالي وصول باقي القطارات المتعاقد عليها هيتم تشغيلها على خط القاهرة أسوان مع خط القاهرة الإسكندرية. النهاردة تنطلق أول امتحانات المعاهد الأزهرية للفصل الدراسي الأول بامتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي، وهيؤدي الطلاب امتحانات مواد القرآن الكريم وتكنولوجيا المعلومات، وهتنتهي امتحاناتهم يوم الخميس 29 ديسمبر بأداء امتحانات مواد المهارات المهنية والعلوم. النهاردة والعشاء الدوري المصري هيكون معادهم مع أربع مباريات قوية في إطار الجولة التاسعة من المسابقة. أسوان هيواجه إمبي الساعة 3 إلا ربع، وغزل المحلة مع فاركو الساعة 5 بالليل، وفي نفس التوقيت حرس الحدود ضد البنك الأهلي، والساعة 7 بالليل هيواجه فريق فيوتشر طلائع الجيش.